طب يا وليد قول لنا بقى، هنبدأ بصلاح ولا هنبدأ بإيه؟ خلينا بما إننا دخلنا في ماتشات التحضيرية والبري سيزون على طول فنتكلم عنها شوية. طبعا حاجة ما من زمان جدا من سنين ما بنشوفهاش في الكرة المصرية، بقى لنا مثلا يعني يمكن من بدايات الألفية الجديدة ما شفناش أندية مصرية بتروح تعمل معسكرات. كنا الأول بنشوف الأهلي بيعمل معسكرات في ألمانيا وفي النمسا، والزمالك بيروح يعمل معسكرات في هولندا وفي البرتغال وغيره. للأسف من ساعة ما بدأنا الازدحام الجدول ودخول المواسم وتلاحم المواسم في بعضها، فكرة الجولات التحضيرية أو المعسكرات التحضيرية دي انتهت تماما. فواحد بيشوف بقى في بره أي سيزون بيبدأ لازم يبقى في حاجة اسمها بري سيزون. البري سيزون مش بس إن أنت بتستعد كفريق، وسهل جدا ان انت تستعد كفريق، ليفربول مثلا يعمل معسكر في ليفربول، ريال مدريد يعمل معسكر عنده في مدريد والامور تبقى جميله، وهناك طبعا احسن ملاعب تدريب. بس ليه الناس دي بتسافر اسيا، تايلاند وماليزيا؟ ماركتنج طبعا، ماركتنج، وبتعمل شعبيه كبيره وبتعمل كل حاجه. مانشستر يونايتد بيدخل له مثلا من ضمن الانديه اللي تعتبر من الاعلى شعبيه في العالم، علشان عرف يعمل شعبيه في الصين وعرف يعمل شعبيه في شرق اسيا. في سنين كتير كان حريص على انه يعمل ده. ريال مدريد دلوقتي وبرشلونه بقوا بيبصوا على السوق الامريكي، عارفين ان بقى في بيزنس في الكوره في امريكا. فتلاقي دايما في البري سيزون من سنين لازم برشلونه وريال مدريد لازم يسافروا امريكا ويلعبوا هناك ماتشات، وده اللي حاصل. الكلاسيكو مثلا، تخيل الحساسيه قد ايه بتاعت مباراه الكلاسيكو. تشافي بيتكلم كانه كسب بدوري ابطال اوروبا. طبعا طبعا، لانه تصريحاته يعني قال لك ودي رسمي، احنا ما بنهزرش. طبعا كلاسيكو هو في الاخر كلاسيكو، وخلي بالك التصريحات دي وقيمه الكلاسيكو هما لازم يتكلموا عنه بالاهميه دي، لان الشركه اللي منظمه ودافعه فلوس عايزاه يطلع كده. مفيش حاجه اسمها مثلا ان والله نعمل تبادل بين لاعبي الفريقين زي ما الاهلي والزمالك. بس تشافي خد بالك برضه عايز يعني يبين للجمهور برشلونه ان هو يعني بادئ بجد، والسنه دي هتكون موسم مختلف عن السنين الاخيره يعني. مهم ده معنويا، مهم. انا عايزه يعمل كده عشان لما نلبه لا فيش بقى السنه دي، ده جايب لك زوفه لعيبه. طب لا لا لا، الريال يا كابتن. لا لا لا، السنه اللي فاتت حاجه واللي جايه. بص البنز ما بيهزرش، برشلونه السنه الجايه البنز مقاسر رجليه 47 شوف لما بيعملها كده. طب انا عايز اقول لك ان ماتش الكلاسيكو اللي احنا بنشوف طبعا اللقطات بتاعته معانا دلوقتي، اللي فاز فيه برشلونه بهدف، كان احسن برشلونه بصراحه. كان احسن، لانه زي ما قلنا عمل شويه صفقات، والصفقات مؤثره. حتى اللعيبه اللي كانت بعيده عن مستواها زي دي عثمان ديمبيلي مثلا، ده الجون اهو اللي جابه رافينيا، طبعا ده صفقه جديده ومهمه جدا. جون حلو. جون حلو، هو لعيب متالق السنه اللي فاتت مع ليدز في الدوري الانجليزي، وكان عليه صراع كبير مع تشيلسي، واكتر من نادي كان عايز رافينيا، وحل بالنسبه ل تشافي في الناحيه اليمين. الفكره ان الماتش ده هيكون اوريدي زي ما انت بتتكلم عن تصريحات تشافي، ليه اثار ايجابيه كتيره جدا على برشلونه واثار سلبيه حتى على مدريد. يعني بدا دلوقتي في قلق زي ما الصحف المدريديه بتتكلم بعد المباراه دي، لا هم محتاجين صفقات دلوقتي في ريال مدريد، وبيتكلموا عن ان تشاواميني مش كفايه، احنا محتاجين ندعم، محتاجين لاعب مهاجم مع كريم بنزيما، محتاجين جناح يمين، لان مفيش جناح يمين في ريال مدريد. انشيلوتي بيستغل فالفيردي بيحطه في الحته دي، كان اسينسيو بيلعب، اسينسيو غالبا هيمشي، مفيش لعيب في الحته دي في ريال مدريد. وبالتالي المباراه رغم ان هي وديه وطبعا كان قيمتها كبيره وقيمه التسويه، لكن كمان كان ليها بعض ردود الافعال على الفريقين. بمناسبه بقى كلامنا عن برشلونه وريال مدريد يا استاذ محمد، في يعني قصه بتحصل في كاتالونيا دلوقتي اثارتها السبورت الكاتالونيه وبعض الصحف الثانيه زي اس وغيرها، ان تشافي طلب رسميا من لابورتا عوده ميسي السنه الجايه. بس مش السنه دي، مش السنه دي، مش السنه دي. ميسي لسه له سنه في عقده مع باريس سان جيرمان، وبالتالي لازم يلتزم بهذا العقد يعني. وصعب جدا طبعا ان بي اس جي في ظل الخلافات اللي انت عارفها والخلفيات يسيب ميسي بسهوله كده. هو واضح ان في مشكله مع نيمار يعني، يعني واضح انه لدرجه ان في صحف انا شفت في اوروبا يعني قال لك كريستيانو متمرد على مانشستر يونايتد، ولكن نيمار منبوذ في باريس سان جيرمان. لان في حاجه في نيمار مش مظبوطه. ناصر الخليفي ناصر الخليفي سبحان الله الاحوال. سبحان الله، يعني من ثلاث سنين خطفه ودفع ربع مليار، والنهارده بقول لك اللي معاه 60 مليون ياخده. لدرجه ان مانشستر سيتي جوارديولا قال لك مش عايزه. خساره الشامبيونز ليج اللي فات ده
كان بمثابه صدمه، هم كانوا داخلين تشامبيونز ليج اللي فات بميسي بنيمار بمبابي داخلين وهناخده. اصلا مش بكتر النجوم يعني. طبعا طبعا، وكل تجارب الجلاكتيكوس ما كانتش كلها ناجحه، حتى ريال مدريد نفسه لما عمل تيم جلاكتيكوس بكل النجوم ما نجحش انه ياخد تشامبيونز ليج. فاللي يعني الكلام دلوقتي ان ميسي هو طلب تشافي وشايف ان هو اولا تاكيدا لتصريحات لابورتا اللي احنا شفناها من شويه، هو قال على طول طبعا يعني برشلونه في انتظار ميسي اي وقت طبعا، وكان بيقول انه كان بيتمنى، لابورتا نفسه قال انه بيتمنى نهايه مختلفه لقصه برشلونه مع ميسي طبعًا. والنهايه المختلفه انه يعتزل بقميص النادي. ميسي خد بالك علاقه مختلفه عن اي لعيب في العالم طبعًا. لان ميسي عمره كل من هو عنده 10 سنين اعتقد ايوه في برشلونه، يعني ما راحش يعني كريستيانو في الاخر كان في البرتغال وبعدين اتنقل على مانشستر يونايتد ثم تحرك معظم النجوم كده، كل النجوم حتى مبابي من هاتلي باستثناء يمكن في الجيل الحالي الواد بتاع روما ده توتي طبعا وميسي. والفرق بين توتي وميسي ان توتي برضو شخصيه وكاريزما فصنع لنفسه يعني، وتوتي كان نادي ما بياخدش بطولات، ففكره ارتباطه اسم النادي هو بقى اهم حاجه في تاريخ في روما النادي. هو توتي حتى اهم من البطولات. الكمان الدرامي في قصه ميسي انه كان هيبطل كوره، طبعا عارف القصه الشهيره بتاع انه كان عنده مشكله في هرمون النمو طبعا طردوه ومش عايزين النمو الضعيف وكالمشاكل اللي كانت عنده دي، ففكره ان النادي يجيبه يعني. يتبناه ويصرف عليه ويؤمن بيه ويطلع، هي قد قصه عاطفيه، وشفنا المؤتمر طبعا وبكاء ميسي وخلافه، وهو شخصيه عاطفيه كمان ده حقيقي. يعني ميسي غير كريستيانو، يعني كريستيانو عقلاني يعني شفت سيري بروفيشنال. لا ما بص ما ماشي يعني بص كريستيانو مفترض انه مانشستر يونايتد ليه عند كريستيانو كتير لان هو صناعه مجد كريستيانو طبعًا. لما انتقل من البرتغال راح مانشستر يونايتد مع السير اليكس فيرجسون، فالراجل يعني المجد بدا من مانشستر، فدايما نقول ايه ان لا بيحن للمكان اللي انطلق منه المجد بتاعه، لكن شفت سنه ولا فارق، ما فيش دوري ابطال اوروبا، مش هتلعبوا تشامبيونز ليج دلوقتي. مع السلامه انت فرج يعني وشوف. تخيل ميسي لو الخليفي قال له روح برشلونه دلوقتي ميسي هيعمل ايه؟ هيروح طبعا، هيجري مش هيجدب خالص، لان ميسي عاطفي مش زي تمام بصراحه مش زي كريستيانو. هو في جلسه طبعا المفترض النهارده بتجمع بين كريستيانو ورونالدو. عارف انت احمد مكي في الفيلم اسمه ايه اللي كان واخد دور عاطفي؟ ايوه سوما العاشق. سوما العاشق. ميسي عامل زي سوما العاشق حتى في اسرته، خلي بالك يعني ميسي يمكن اللاعب ده انا مش كده ده مش ممكن، ده قاعد يا بيتمرن يا بيلعب يا في البيت. ميسي انا حاسس ان ميسي رابع بطيخه لام العيال. والله ده هو شخصيته كده فعلا، مش ده بشوف صور وحاجات، ده بيتوت 24 ساعه. هو يمكن مش اللاعب الوحيد، يمكن هو الغربي الوحيد اللي مثلا من حب عمره من هو 12 سنه 11 سنه اللي هي زوجته دلوقتي هو اللي كمل معاها واتجوزها، حب مصريه ولا بقى علاقات عاطفيه ولا تسريبات ولا ولا اي حاجه. ده في بنت مره موديل ارجنتينيه بالمناسبه يعني عملت له فولو على الانستجرام، فالظاهر انتونيلا مراته قفشت فقالت له يعني ايه دي بتعمل له بقى لايكات وبتاع، بلوك على طول. لا بلوك كان اسد بصراحه، زوج ارجنتيني عندنا نوايا كتير عندنا